ايوه تذكرت مسرحية بالسبعينات، ما بعرف إذا كتار منكم بيتذكروها، وقت اللي واحد بالمسرحية عم بيقول أنا بدي أعمل ثورة بدي أعمل ثورة، بنط واحد تاني بيقول له يا خيي روح أنت رقع هالبنطلون قبل ما تعمل ثورة. دي 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 دي. ما بصدق شو هالجعدو اللي عم بيحكيه؟ ايه بس بقى بس يوم يا تلتتا جنرال تلتتا جنرال بكره ليرد عليه الجنرال بشي خطاب يفرجي حجمه بس على رايتك مظلوم من جد يلا يلا حطك على حكي شفناك فوق وشفناك تحت تلتتا جنرال تلتتا جنرال لك هتجعدو يلا رح نبقى هون مهما العالم قال وما بنترك عون وما بنرضى بداله. على سبيل المثال للحصر هذه بعض المبادئ التأسيسية التي قام عليها التيار الوطني الحر كما وردت في الكتاب البرتقالي الطريق الآخر في الملحق رقم 1 من الكتاب البرتقالي ينص كل من القرار 1559 واتفاق الطائف على تجريد كافة الميليشيات من أسلحتها مما يطرح إشكالية الوجود المسلح لحزب الله في صفحة 8 بس أنا هيدي بتعرفي شغلة؟ هيدي الجملة بالكتاب الأورانج مثل ما عم بيقولها هو أنا قاريها عرفتي يعني إذا بدك ترجع إلى المبادئ للتيار المضبوط يعني يعني ما يعني بعرف ليك بتعرف شو أنا بيناتنا عم ببلش يحكي منطق إنه بس ترجع تتسمع مضبوط مضبوط ليك هلا مثلا اللي عم بيقولوا هلا منطق اللي عم بيحكيه الزلمة يعني مضبوط هيدول فاكتس عم بيصيروا حسي عن جد إنه بلش يقنعني إنه في منطق مثل ما عم تقولي إيه مضبوط بقتنع يا جماعة يا جماعة الواحد يقعد أعوج ويحكي جالس عم يحكي مضبوط الزلمة شو هالحكي هذا هلا لا عن جد معك حق يعني هون عم بلش يقنعنا بغض النظر إيه حسي وما بعرف مؤني أهم يا أهلا يا أهلا يا أهلا بالرفاق شو عم تحضروا هيتا شوفها عرفت شو عم تحضروا ما حضرنا أصلا هاي أصار وقتها هيدي ما هي أعطينا إيدك يا رفيق هات إيدك لا لا لك شغلي ما أنا هات إيدك يا رفيق أنا لا أنا لا طب هون هاي تكون عم تسمعوا اشياء كتير بهالايام هات ايدك انا كمان. انا مركز خلاص هات ايدك لا 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 لحظه هات ايدك طول بالك شوي هات ايدك لهون طول بالك لحظه صغيره بس لك اوف في ما كنت عامل لي وحده بس ضربه تحت اللسان هات يا حبيبي يلا غنوا لنا اياها للغنيه اللي لازم تغنوها يلا جنرال جنرال ورح نبقى هون مهما العالم قال وما بنترك عون ما بنرضى بداله برافو يا شطورين اما شو كانوا عم يحضروا هوليت نشوف في صفحات 6 و7 إن تضامن الفريق الوزاري هو مبدأ مؤسساتي ضروري لحسن الإدارة إن الوزير الذي لا يوافق رئيس حكومته في سياسته يجب أن يقدم استقالته أو أن يعفى من مهامه يا عمي ما هو حق أوقات بحس شو هالشي هيدا اللي عم نحضره ولك ولك خلاص بقى يا نوع خطبات واحدة من أجهزة الدولة الديمقراطية نو فردون لتنين جنرال